مشاهدينا متابعينا الكرام، الانطلاقات تستمر والتحديات تستمر. ينطلق هذا الشوط بحفظ من الله ورعاية الشوط الرابع في المجموعة المخصص لفئة القعدان الحقائق. من المسافة هي 3 كيلومترات، شوط يحمل العديد من الأسماء ومن الشعارات. ننطلق لنتعرف على الأسماء المتقدمة مع مناور أحمد بن راشد بن محمد بن أحمد، يتقدم الجميع بهذا التقدم الممتاز. والمركز الثاني هناك موادع راشد بن عوض بن حارب بن مهير الكتبي يتواجد على المركز الثاني. والمركز الثالث هناك متعب مروان بن راشد بن خميس بن مرخان الكتبي على المركز الثالث. والمركز الرابع هناك الوصول من الصميدع ليتواجد في هذا التحدي المثير وفي هذه الانطلاقات الممتازة. ثانية بن صغير بن قنون الكتبي يتواجد في هذا التحدي المميز، وأيضا الوصول في هذه اللحظات من مهاجر سالم بن سعيد بن سالم العويسي يتواجد هنا ليغير من المركز الخامس إلى المركز الرابع، وأيضا يصل بالضبيعة ليقدم لنا شعاره في هذا التحدي المثير. هناك التحديات والانطلاقات المميزة من مسامح خليفة بن سالم بالضبيعة الكتبي، ويصل بالدليوي في هذه اللحظات ليقدم لنا هيمان سعيد بن سهيل بالدليوي الكتبي، وأيضا الوصول في هذه اللحظات على المركز الثامن ليتحرك في هذا الانطلاق المميز والرائع في هذه التحديات الجميلة والرائعة. هناك يصل هملول محمد بن عبد الرحمن بن علي الهوني، لكن البداية الأولى، لكن التحديات الأولى في هذه الانطلاقات الممتازة في هذه التحديات المستمرة على بداية هذا الشوط. هناك البداية الأولى وهناك المركز الأول في هذا الشوط. هناك مناور أحمد بن راشد بن محمد بن أحمد يتقدم في هذا الشوط، يتقدم على المركز الأول، لكن من الجانب الأيمن هناك الانطلاقات المميزة من متعب مروان بن راشد بن خميس بن مرخان الكتبي، غير إلى المركز الأول، غير إلى مقدمة هذا الشوط. بدلوي واصل ليقدم لنا شعاره مع هيمان، هنا سعيد بن سهيل بدلوي الكتبي يتقدم، هنا أبو راشد ليقدم لنا شعاره على المركز الرابع والمركز الخامس الرابع. هناك الوصول في هذه اللحظات من موادع راشد بن عوض بن حارب بن مهير الكتبي في هذه التحديات وفي هذه الانطلاقات المميزه والرائعه بالطبيعه على المركز الخامس. لكن البدايه هنا دخلنا الى اجواء الكيلو الاخير، كيلو التحديات، الكيلو لما بعد كيلو، ومتعب على المركز الاول، متعب على المركز الاول، متعب على مقدمه هذا الشوط. لكن هنا بدلوي واصل مع هيمان، غير وبدل هيمان، هيمان على المركز الأول، هيمان على مقدمة هذا الشوط. لكن هناك من الجانب الأيمن هناك موادع وهيمان، هيمان وموادع في هذا التحدي الثنائي، في هذا التحدي الثنائي ما بين بدلوي وما بين بن مهير هنا يتواجد في هذا التحدي المثير. لكن البداية الأولى، لكن هيمان على البداية الأولى. الله 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 الله، هذه التحديات. هنا بالدليوي على البداية الأولى يطلق له العنان على المركز الأول وينطلق على بداية هذا الشوط. راح بالدليوي بالمركز الأول وبمقدمة هذا الشوط مع هيمان سعيد بن سهيل بالدليوي الكتبي. هنا ينطلق على البداية الأولى بالانطلاق المميز، بالاندفاع الجميل في هذا الشوط. روح يا ابو راشد، روح، خلك مع البداية الأولى، خلك مع المركز الأول في هذا الشوط. لحظات وصول هيمان إلى خط النهاية معلنا الفوز والناموس في هذا الشوط. سعيد بن سهيل بدلوي الكتبي، تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار. المركز الثاني وصلنا متعب مروان بن راشد بن خميس بن مرخان، والمركز الثالث وصلنا موادع لراشد بن عوض بن حارب بن مهير، والمركز الخامس وصلنا في هذه اللحظات. التوقيت الزمني هو 4:31، 4:31. تهانينا والناموس لمالك هيمان سعيد بن سهيل بالدليوي الكتبي على هذا الفوز والانتصار.